قعدتنا نبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع امس تابع فيه موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الاجنبي للسلع الاستراتيجيه، ووجه بحصر مختلف السلع الموجوده في الجمارك بهدف العمل خلال الفتره اللي جايه على سرعه الافراج عنها بشكل تدريجي، وانه الاولويه القصوى تكون للسلع الغذائيه والادويه والاعلاف. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. تحدث رئيس الوزراء عن الخطوات والإجراءات اللي تم اتخاذها من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من هذا الحوار، وقال إن تم تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لمجلس الوزراء ومن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من أجل متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع كل الوزارات والهيئات المعنية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة بتتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة بتوفر مناخ استثماري جاذب. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية. وجه رئيس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وأشار مدبولي إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، لافتاً في هذا الصدد لمجموعة العمل التي تم تشكيلها في المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وأيضاً مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية بعد إعداد خطة تنفيذية من قبل مجلس الوزراء. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج، مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً، ولا يوجد أي تفشي لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة، نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدفعة رقم 3 فنيين المؤهلين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد إتمام دورتهم التدريبية، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من المتميزين وتفقد عدد من مشاريع التخرج اللي أظهرت المستوى المتميز اللي وصل ليه الخريجون. امبارح وفي إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الأمني متعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة، قام محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة لتونس على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية. وأكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية اللي بتواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.